الماء الأزرق أو المعروف بجلوكوما هو مرض مزمن يؤدي إلى تلف في العصب البصري بسبب عدة عوامل، أهمها ارتفاع ضغط العين نتيجة لزيادة سائل العين بسبب عدم التوازن بين إفرازه وتصريفه. نلاحظ في الصورة الأولى إفراز سائل العين وتصريفه بشكل سليم، بينما في الصورة الثانية هناك انسداد في قناة التصريف مما يؤدي لارتداد وتراكم السائل وزيادة ضغط العين. ما هي الجلوكوما الخلقية؟ هي عيب خلقي في قنوات تصريف سائل العين بحيث تكون غير مكتملة النمو مما يؤدي لتراكم سائل العين وارتفاع ضغط العين. يولد المولود عادة بتضخم في حجم العين وعتامة في القرنية كما توضح الصورة. ما هي أعراض جلوكوما؟ لا توجد أعراض في المراحل المبكرة لأن فقدان النظر يكون بشكل تدريجي ابتداء من أطراف المجال البصري، ويصعب على المصاب ملاحظة فقدان النظر في المراحل المبكرة، وعادة ما يتم ملاحظته في المراحل المتأخرة، لذلك سمي بالسويق لأنه يسرق النظر دون الإحساس به. ما هي العوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة؟ التقدم بالعمر، الوراثة، استخدام قطرات الكورتيزون بدون إشراف طبي، الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، التعرض للإصابة مباشرة في العين. متى يبدأ الشخص بالفحص الدوري للجلوكوما؟ كل سنة إلى سنتين ابتداء من عمر 40 سنة أو حسب ما يراه الطبيب المعالج، ويبدأ قبل 40 في حالة وجود تاريخ عالي للمرض. ما هو علاج جلوكوما؟ جلوكوما هو مرض مزمن كالضغط والسكري ويحتاج متابعة مستمرة مع الطبيب المعالج. العلاج عادة يكون عن طريق قطرات العين، في بعض الأحيان يستخدم الطبيب الليزر أو الجراحة، ومن المهم جدا المتابعة المستمرة مع الطبيب المعالج والالتزام بأخذ القطرات في مواعيدها لمنع تطور المرض، لأن الهدف من العلاج المحافظة على ما تبقى. ما فقد من المجال البصري لا يسترد.